السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعين قناة الورش. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السوق المصري عانى لسنوات طويلة من حالة من الفوضى انعكست على المستهلك أو المشتري اللي بيشتري أجهزة، سواء كانت أجهزة منزلية أو كانت أجهزة معمرة زي السيارة والأجهزة اللي من النوع ده، لحد ما اتحط القانون الخاص بحماية المستهلك، واللي هو القانون رقم 181 لسنة 2018، واللي وضح ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلك في الحصول على السلع بأسعارها المناسبة. وتصدى القانون ده لتلاعب وجشع التجار، وحدد القانون عدد من العقوبات لمواجهة التلاعب في الأسعار أو في الفواتير، أبرزها عقوبة متقلش عن 20,000 جنيه ومتجاوزش 500,000 جنيه في حالة الامتناع عن تقديم فاتورة أو عدم الإعلان عن أسعار السلع. يعني وأنت رايح تشتري، البائع امتنع يديك فاتورة أو ما أعلنش سعر السلعة بشكل واضح عشان ما يضحكش عليك، ده القانون عاقبه بعقوبة لا تقل عن 20,000 جنيه وما تنفعش تزيد عن 500,000 جنيه. وكمان لو تداول سلع بتحرض على التمييز العنصري أو الديني بينطبق عليه نفس المادة دي. فالقانون رقم 181 لسنة 2018 في مجموعة من العقوبات اللي نص عليها، واللي هنتكلم النهاردة عن تفاصيلها عشان تعرف حقك كويس، وما تقولش ان انا للأسف ده كلام. لا، هو مش كلام، هو قانون واضح وصريح، بس احنا اللي ما بنلتزمش بيه او ما بنلجأش لجهاز حماية المستهلك. كمان القانون ده وضح غرامة ما تقلش عن 10,000 جنيه وما تزيدش عن 200,000 جنيه في حالة عدم الالتزام بالمواصفات القياسية للسلع. يعني السلعة اشتريتها على أساس إنها فيها مجموعة من المميزات ومجموعة من الخصائص اللي أعلنوا عنها، وبعد ما اشتريتها لقيت إن السلعة مش زي ما أنت اشتريت بالظبط. في الحالة دي القانون بيغرم اللي باعلك من 10,000 جنيه لحد 200,000 جنيه لو كمان محطش المواصفات القياسية للسلع. طيب كمان نفس العقوبة دي بتنطبق على الباعة الجائلين اللي ممكن يدخلوا عقار أو مبنى حكومي أو حتى مبنى خاص من غير إذن مسبق ويعلنوا عن السلع بتاعتهم. طيب كمان نفس المادة دي اللي هي أو الغرامة دي اللي هي من 10,000 جنيه وما تزيدش عن 200,000 جنيه بتخص كمان الإعلان عن مسابقات وهمية. يعني مسابقة عشان تشتغل في موظف أمن مثلا، تلاقي آلاف مقدمين وفي الآخر تطلع مسابقة وهمية، في الحالة دي من حقك تقدم شكوى لحماية المستهلك، وفي الحالة دي هيغرموا المكان اللي عمل كده من 10,000 جنيه لحد 200,000 جنيه. كمان القانون فرض عقوبة أو غرامة ما تقلش عن 20,000 جنيه وما تجاوزش 1,000,000 جنيه في حالة وجود عيب بالمنتج من شأنه الإضرار بصحة وسلامة المستهلك. يعني لو أنا اشتريت حاجة واكتشفت إن الحاجة دي فيها مشكلة ممكن تضر بحياتي، وحاولت إن أنا أتواصل مع اللي بحالي عشان أغيرها أو أستبدلها بمنتج كويس وموافقش، القانون هنا بيعاقب بغرامة لا تقل عن 200,000 جنيه وما تتجاوزش 1,000,000 جنيه. طيب كمان في غرامة من اللي ما تقلش عن 5,000 جنيه وما تتجاوزش 500,000 جنيه في حالة ان راح حد من مأمورين الضبط القضائي عشان يراجعوا الحاجات دي واتمنعوا من الدخول للمكان. كمان القانون عاقب بغرامة ما تقلش عن 50,000 جنيه وما تتجاوزش 1,000,000 جنيه في حالة الامتناع عن اعلان مخالف. يعني حد بيعمل اعلان عن حاجة مش موجودة او مسابقة وهمية وطلبت منه الطلب منه انه يوقف الاعلان ده، او عن منتج مشابه لمنتج تاني وطلب منه انه يوقف الاعلان ده ورفض، القانون هنا بيعاقبه بغرامة لا تقل عن 50,000 جنيه وما تتجاوزش 1,000,000 جنيه في حالة ايه؟ في حالة الامتناع عن وقف الاعلان المخالف. طيب لو انا اشتريت عربية مثلا ولقيت ان العربية بعد ما اشتريتها لقيت فيها مشكلة كان خفيها صاحب العربية، يعني مثلا لقيت رقم الشاسيه مطموس، رقم الموتور مطموس، او لقيت عيب مش ظاهر وانا بعد ما اشتريت وقعت في العيب ده، لو قدرت اثبت حقي في الحالة دي هيتعرض مركز الصيانة اللي باع لي من الغرامة ما تقلش عن 10,000 جنيه وما تزيدش عن 200,000 جنيه. كمان المادة 8 من قانون حماية المستهلك في القانون رقم 181 لسنة 2018 حذر جدا من حبس المنتجات الاستراتيجية. المنتجات الاستراتيجية يعني اللي بتأثر على السوق أو السلع الاستهلاكي، اللي هي السلع الاستهلاكية واللي تقدر ترجع ليها في عن طريق البحث وتعرف يعني ايه سلع استراتيجية، زي مثلا الدقيق، السكر، القمح، الحاجات دي اللي هي المواطن ما يقدرش يستغنى عنها.
القانون قال ان حبس المتجدي حبسها يا جماعه عن احتكارها ومنع بيتها بيعها او عدم طرحها للبيع او الامتناع عن بيعها. يعني انت رحت تشتري قال لك ما عنديش زي لبن الاطفال مثلا، وراح لواحد تاني راح باع له سواء بقى بسعر اعلى او لاي نوع من انواع المحسوبيه او في اي صوره تانيه. الزمت حائزي المنتجات الاستراتيجيه دول لغير الاستعمال الشخصي باختار الجهه المختصه بالسلع المخزنه. الماده 71 كمان من قانون حمايه المستهلك نصت على معاقبه كل من يخالف الماده 8 اللي هي حبس المنتجات الاستراتيجيه بحبس، ما فيش هنا غرامه، حبس لمده سنه او ما يقلش عن سنه، وغرامه ما تقلش عن 100,000 جنيه، يعني الاثنين مع بعض، وما تتجاوزش 2 مليون جنيه. فخلي بالكم جدا من الموضوع ده. او كمان او يعني كمان مش بس كده، يعني احنا لو قرينا الماده كامله بيقول لي بالحبس مده تقل عن سنه وغرامه لا تقل عن 100,000 جنيه وما تتجاوزش 2 مليون جنيه او ما يعادل البضاعه محل الجريمه. يعني لو البضاعه دي ب 5 مليون جنيه ينفع يدفع 5 مليون جنيه. وفي حاله بقى العوده لو عاد تاني يعمل نفس الكلام يحبس سلعه استراتيجيه رحت وامتنع عن البيع بيعاقب بالحبس مده لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمه الغرامه عشان تبقى لا تقل عن 200,000 جنيه وما تتجاوزش 4 مليون جنيه. وفي جميع الاحوال بتقضي المحكمه بالمصادره، يعني كده كده في كل الاحوال هيحصل مصادره للمحل او للبضاعه اللي اتلقى فيها المنتجات الاستراتيجيه الممنوعه من البيع. طبعا الموضوع ده مهم جدا، وليه القانون مضخم الموضوع ده؟ لان ممكن بجشع تاجر يحتكر سلعه مهمه جدا والسوق يبقى مفهوش مع ان السلعه موجوده، وده يعني حاجة مش يعني طبعا ممكن تسبب ضرر كبير جدا للمجتمع كله. في جميع الأحوال زي ما قلنا المحكمة تقدر تصادر المنتج المحبوس ده، وبينشر الحكم في جريدتين يوميتين، ولازم الجريدتين دول يكونوا واسعي الانتشار، يعني بيتباعوا. ومش بس كده، ده على نفقة المحكوم عليه. كمان ألزمت المادة 7 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بقانون 181 لسنة 2018 المورد بأنه يعلن عن السعر الشامل للسلعة اللي بيعرضها أو بيقدمها للمستهلك بكتابتها أو بكتابة السعر بشكل واضح على السلعة ذاتها أو على عبوة. طيب نيجي للموضوع المهم بقى، أنا حقي إيه في الضمان في التلاجة الغسالة البوتاجاز الكلام ده؟ ألزمت المادة 22 من القانون المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة المدة لا تقل عن عامين، يعني لازم الضمان بتاعك ما يقلش عن عامين من تاريخ استهلاك المستهلك للسلع، وده مع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك. وصدر قرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الصناعة قرار بمين بالظبط هي السلع المعمرة. في حالة المنتجات اللي بتحتاج تركيب او تشغيل من جانب المورد زي الغسالة مثلا بتتحسب مدة الضمان من تاريخ التركيب مش من تاريخ البيع، من تاريخ التركيب يعني من تاريخ ما ركب لك الغسالة بتتحسب بحد اقصى شهرين من تاريخ الانتاج، بحد اقصى شهرين من تاريخ الانتاج. ولازم يتسلم المورد لازم يسلم المورد للمستهلك ايصال متبين فيه تاريخ التشغيل الفعلي. كمان المادة 23 نصت على ان يشمل الضمان عمل الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغير الأصلية بالإضافة لتحمل نفقات انتقال الفنيين، يعني ما ينفعش يقول لك المواصلات بتاعتهم، وكمان نفقات نقل المنتج عند الحاجة إلى الإصلاح من مقر المستهلك لمقر الشركة. يعني جاي قال لك ده أنا لازم أنقله الشركة يبقى ينقله بس على حسابه هو، ده بنص القانون أو قانون حماية المستهلك. كمان بيلتزم المورد خلال فترة الضمان بإعلام المستهلك بفترات الصيانة الدورية، ولازم يسلم المستهلك إيصال واضح باللي تمه بالظبط عشان لو نفس العطل حصل في أول سنة مرتين ورا بعض من حقك هنا إنك أنت تغير أو ترجع التلاجة بتاعتك. كمان بيلتزم المورد عند تحقق شروط المسؤولية من عدم صلاحية المنتج بتاعه بإعادة تقديم الخدمة، يعني يرجع لك غسالة غيرها أو تلاجة غيرها أو برد مقابلها، يعني لازم يرد كمان المقابل بتاعها إذا كان خلاص مش هينفع يرجعها لك يبقى لازم يرد لك السلعة اللي انت اشتريتها وطلعت فيها مشكلة في أول سنة من التشغيل. في أول شهر يحق ليك إنك انت ترجع السلعة لو فيها مشكلة،
يعني ما تصلحش في اول شهر، يحق ليك ترجع للبائع، بس بشرط لازم يكون معاك فاتوره. وقلنا في بدايه الفيديو لو التاجر امتنع عن ان يديك فاتوره، العقوبه بتاعته بتكون ايه لو انت تقدمت بشكوى لحمايه المستهلك. عشان ما اطولش في الفيديو، دي كانت مجموعه من الحاجات اللي تهم الناس في السلعه المعمره بتاعتها اللي بتشتريها بضمان، عشان تعرف حقك وتعرف اللي ليك واللي عليك. وهسيب لكم ان شاء الله الرقم بتاع حمايه المستهلك في وصف الفيديو، وكمان هسيب لكم الموقع بتاعهم ان شاء الله اذا توفر معايا. وشكرا لكم على متابعتكم، واشوفكم في فيديو جديد، ونتمنى التجار ما يزعلوش لان ده حق الناس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.